إيه عايز اقول لحضرتك انه بقى لنا 3 ايام بنقرا على مساله زياده اسعار الكهرباء. ما هو الحقيقه عايز اوضح لحضرتك حاجه، انا امبارح الزملاء في الاعداد في البرنامج اتصلوا بيا، صحيح، استنيت على التليفون لغايه ما حضرتك خلصت الحلقه مع الضيف الكريم ومحدش اتصل بيا حتى يقول لي نعتذر، فانا بس حبيت كده نخصم منهم 3 سنين يا فندم. بعتذر بعتذر. ايوه طعنهم الكهرباء فديتهم بس مش هم. لا لا هو الحقيقه لا عايز اقول حاجه، احنا بمنتهى العقلانيه بنتكلم. طبعا انا بيزعجني جدا اللي بلاقيه في الصحف، بحط قدامي 4 5 صحف الاقي كل صحيفه ليها مصدر مجهول وكاتبه كلام مغلوط ليس دقيق. حتى الان يا فندم احنا على اسعار يوليو 2015، ليس لدينا جديد حتى الان ان هو اللي هو النهارده يعني. ايوه يا فندم. ايوه فاحنا بنقول لزملائنا في وسائل الاعلام رجاء، يعني الضجه دي على ايه انا مش فاهم. فاحنا بنقول الكهرباء لا تملك تغيير الاسعار، جهات متعدده بتشترك في هذا، اتفقنا زي ايه؟ يوليو 2000 يا فندم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزاره الكهرباء ومعلومات من التعبئه والاحصاء والتضامن، عشان نقولش القطاع المنزلي مقسم لعدد شرائح، الناس اللي اقل استهلاك تاخد دعم كذا، وزاره الماليه ليها راي، المجموعه الاقتصاديه في مجلس الوزراء. فاحنا حتى الان على قديمه، يعني ما عندناش جديد وشغالين على ده. بس عايزين نوضح حاجه، نقول ان احنا لو تذكروا نرجع ورا شويه في يوليو 2014 عندما اعلن السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي انه بالفعل اعتمد مجلس الوزراء هيكله اسعار الكهرباء للسنوات القليله القادمه من لغايه عام 2019 بنقلل فيها الفجوه بين قيمه التكلفه وسعر البيع. اوضح اكثر واقول بالارقام، النهارده يا فندم استاذ عزه الكيلو وات ساعه بيكلف على الدوله حوالي 65 قرش. الشريحه الاولى وانا بكلم حضرتك دلوقتي بتاخد الكيلو وات، الشريحه الاولى اللي هي اعلى شريحه، لا أقل. اللي هي اقل شريحه عفوا تاخد كام؟ 50 كيلو وات ساعه، لغايه 50 كيلو وات ساعه ب 7 قروش ونص، الشريحه اللي بعدها لغايه 100 ب 14 قرش ونص. تقولي لي الفرق الكبير بين التكلفه وبين ده، اقول لحضرتك الدوله بتتحمله كدعم. الشريحه الثالثه يا فندم، الثالثه 200 كيلو وات ساعه ب 16 قرش، حتى هذه اللحظه 16 من 65 تكلفه، فبرضه الدوله بتتحمل الباقي. عشان كده مش كده بس، ده الشرائح الاعلى، يعني افترض انا محمد اليماني على الشريحه الخامسه مثلا اللي هي لغايه 650 كيلو وات ساعه، بستفيد من سعر الدعم للشرائح الادنى، لانه في اجهزه الكمبيوتر في شركات الكهرباء محاسبيا بيطبق عليا اللي يطبق على محدود الدخل في الشرائح الادنى. فاحنا بننتظر الى ان يتم الاعلان عن الشرائح الجديده. العام القادم قد يكون هناك قروش قلائل على كل شريحه تقلل الفجوه، الكهرباء الحمد لله مستقره ما بقتش تقطع. الخبر بيقول انه الزياده دي هتبدا من اغسطس. ما انا بقول لحضرتك احنا حتى الان انا اتمنى بكره بعده وبعد يومين يجي لنا الاسعار الجديده، واحنا بالفعل يبدا بقى يعني احنا في انتظار اسعار جديده. مظبوط يا فندم، مظبوط في انتظار اسعار جديده. طيب ما هي الاسعار الجديده هتبقى هي دي زياده. انا عايز اطمن الناس يا فندم، وهي فرق بين انا ككهرباء بقول تخفيف الدعم لان اكثر من 30 مليار دعم الكهرباء في العام الماضي، فانا النهارده بقول لا، في ناس كتيره تقول القرش ده زياده في السعر، وكان السعر 7 قروش مش 65 قرش، فالفجوه كبيره قوي. فاحنا بنقول النهارده عندنا يا فندم مشروعات، انا خلال ايام عندي افتتاح محطه السويس 650 ميجا، عندي في نهايه العام الجاري محطات سيمنز هتبدا 4400 ميجا اول انتاج منها، وهي في الاجمالي 14400 ميجا، بنطوق 16 مليار جنيه لشبكه النقل عشان نعالج انخفاض الجهد والانقطاعات وضعف كروتي.